من الليالي المعهودة لدار الطرب، واللي كنشكروا الأستاذ قسوس على هذه المبادرة اللي صراحة كتخلينا على بصلة وصل بالزمن الجميل اللي كنفتقدوه صراحة. وكنتمناو بأن بمثل هاد الأمسيات وبمثل هاد اللقاءات أنه الفن ديالنا العريق يبقى موصول من طرف نحنا هاد الفئة العمرية ومن طرف حتى الشباب ديالنا. أنا كما تنقول ديما أتمنى أن نورث الجيل ديالنا سمو والنغم، وكنتمنى أنا من وليداتي كنتمنى أنهم ياخذوا هاد المشعل ويمشيوا على هاد المسيرة اللي هي صراحة مسيرة عظمى. وكنتمنى كما قلنا أن يكون كثير من اللقاءات وكثير من الأمسيات اللي كتجدد بنا العهد ديال هاد الطرب وهاد اللقاءات. اليوم أنا كانت المشاركة ديالي بأغنية أنت الحب اللي هي من كلمة لسيدة سيدة الطرب العربي أم كلثوم، ومن كلمة أحمد رامي وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. وكنتمنى هاد الشباب ديالنا كما قلنا يحملوا المشعل ديال الأغنية ديالنا الطربية الأصيلة وما يخليوهاش صراحة تنداثر مع هاد الأغنية الشبابية اللي كاينة دابا. كل واحد يكون عنده حقه، ولكن ما كرهناش أن هاد الأغنية ديالنا تبقى دائما عريقة اللي هي الأصل. أنا اليوم تنوجه رسالة للشباب ديالنا وتنقول لهم بأن الجديد ليه جدة والبالي لا تفرط فيه. إذا نحن استقينا كل الفن ديالنا من أصولنا العريقة، من فننا اللي صراحة ما يمكنش يبلى ولو يدوز عليه الزمان، ولو تمر عليه حقب وحقب كيبقى ديما هو متأصل ومتأصل فينا. وكنتمنى وكما تنقولوا هاد الوليدات اللي دابا طالعين ياخذوا مشعل ويمشيوا على المسيرة اللي مشاو عليها العظماء اللي لحد الآن مازلنا كنتغنوا بالأغاني ديالهم وكنطربوا بها. وعندنا تجربة احنا مع الهلال الأحمر المغربي، مركز الثقافي الهلال الأحمر المغربي، أننا درنا واحد المسابقة وجونا ما شاء الله وليدات اللي في المستوى واللي مازلت يحافظوا على الفن. وصراحة كان كما تنقولوا ما يثلج الصدر أن هاد الوليدات خذوا هاد المشعل. وكما كنسمعوا دابا أنه هذه شابة كتغني أنت عمري وهي مازال في مقتبل العمر، يلا عندها 18 عام. إذا هذا الشيء كما كنقولوا فرحانين بأننا سنورث أجيالنا السمو والنغم. هذه المناسبة كنتمنى لكل نساء العالم يوم سعيد، والنساء ما عندهمش غير يوم، هي كل حياة للنساء، النساء المناضلات، النساء العاملات، الأمهات، الأخوات. كنتمنى لهم سعادة دائمة، وما تنقول بأن الحب ماشي نهار ويوم المرأة ماشي نهار، هي أيام. وتحية لكل رجل يحترم المرأة، وألف تحية لكل امرأة لا تقابل المعروف بالجحش. بالمناسبة كنحيي الرئيس ديالنا حسن العلمي والرئيسة ديالنا دنيا الشريبي والمايسترو أمين.